استقبل سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية سعادة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بجمهورية مصر العربية بحضور معالي الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة الأمين العام للمجلس الأعلى للشباب والرياضة وسعادة السيد هشام بن محمد الجودر وزير شؤون الشباب والرياضة وسفير جمهورية مصر العربية لدى المملكة السفيرة سهى الفار حيث بحث سموها التعاون المشترك في الجانبين الشبابي والرياضي بالإضافة إلى تطوير الاتفاقية الشبابية والرياضية المبرمة بين البلدين ونوه سموه بما يربط البلدين الشقيقين من علاقات وثيقة في شتى المجالات معربا سموه عن أمله بتطويرها بما يلبي آمال وطموحات الشباب في البلدين من جانبه ثمن وزير الشباب والرياضة المصري الجهود المتميزة التي تبذلها البحرين في سبيل رعاية الحركة الشبابية الرياضية بالإضافة إلى ما حققه الشباب البحريني من إنجازات كبيرة على مختلف الأصعدة التي تؤكد العمل الكبير لقطاع الشباب وأشار إلى أهمية تطوير علاقات البلدين الشقيقين في المجالات الشبابية والرياضية كما أشاد بتنظيم البحرين للمهرجان الشبابي العالمي الأول لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وهنأ الوزير المصري سمو الشيخ ناصر بن حمد بمناسبة تحقيق سموه للمركز الأول في بطولة العالم للرجل الحديدي التي اختتمت مؤخرا في مدينة كونا بالولايات المتحدة الأمريكية.